استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مطار القاهرة الدولي، وذلك في مستهل زيارة رسمية لمصر. كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن سيعقدان قمة مصرية أردنية بالقاهرة لبحث القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.